قضية توكيل يا أستاذ. ده التوكيل بتاع عمي عباس. بس أنا ما كنتش عامل حسابي على فلوس الأرض كاملة. وبصراحة بقى حضرتك فاجئتيني، وما كنتش عارف إن عباس هيرضى يبيع. وأنا بقى إيراتين الأرض دول مش هيزودوا حاجة عندي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت مش كان رغبتك إن إحنا نخلص مع عباس عشان مش عايز شريك في الأرض؟ كان. لما حسبته لقيت إن وجوده خير. وهو حد يبقى من ريحة الحبايب جنبني. يلا أدينا غيرنا جو واتفسحنا. الخيرة في مختار الله، أهي الأرض لا بتاكل ولا بتشرب. وكل مدى بتزيد. ما نعطلكش بقى بلدينا، يلا أميرة، يلا متر. يلا. يا سيدي استنى يا سيدي. إحنا كنا متفقين مع الحاج بقى على بيع الأرض كلها، لكن بقى أديك شايف السوق نايم، لا فيه بيع ولا فيه شراء. لا 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 لا. كده أنت بقى اللي بتغير الكلام. وبعدين أنت مش قلتها إن السوق نايم؟ نطفي النور وننام إحنا كمان. أنت ناصح أوي يا أستاذ، وأنا بقى صراحة يعز عليا زعلكم. انتوا عايزين كام؟ عايزين مليون و... عايزين مليون وستمية. ايه ازاي؟ احنا كنا متفقين مع الحاج بمليون وربعمية. هو الكلام بيتغير ولا ايه؟ ماشي. جاهز بالفلوس؟ جاهز. وفلوس اتعاب المتر. وانا ايه يخصني بالمتر دي؟ يا جماعة الراجل ده مش عايز يخلص. يلا متر. يلا يا سيدي استنى بس. وايه هي دي اتعاب المتر دي؟ 10,000 جنيه. طب نقسمها. انا هدفع 5. كفايه لحد كده خلاص. انا حاسه ان الراجل قرب يقع من طوله. ما تلاقيش. قلتوا ايه؟ قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله. مبروك مبروك عليك الارض. سمعونا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. برد الضالين امين. مبروك يا معلم. مبروك يا استاذ. خلص معايا العقود يا متر واحنا قاعدين هنا. على فكره يا انس خطيبك ده نصح قوي وربنا يبارك لك فيه. مبروك يا معلم. ده انت طلعت بياع شاطر قوي. ولا شاطر ولا حاجه، اوديت بس عشان انتوا ناس طيبين. ربنا يسترها بقى ونوصل بالسلامه. انا مش موترني غير الشيله اللي انا شايلها دي. افرض يا عبد الرحمن جه واحد وخطف منك الشنطه دي، هتعمل ايه؟ لو النبي افترض اي حاجه غير موضوع الشنطه دي عشان خاطري. اي حاجه؟ اي حاجه. طب افرض حد جه وخطفنا انا. يخطفك؟ ده انا اخطف عمره. قال يخطفك قال. عارف يا عبد الرحمن لما ببص في وشك بحس انك شبهك. انا شبهك؟ ده انا لو شبهك كنت اترسمت على الناس كلها وما كانش حد ملا عيني. لا انا بتكلم بجد. عارف لما تبص لملامح حد وتحس ان هو منك او من دمك؟ يا ده انا نسيت اطمن على العيال. لازم اكلم فاطمه عشان اطمن عليهم. هو فاضل كتير يا استاذ حمدي؟ بيتهيألي فاضل نص ساعه ونص. غريبه. خير؟ فاطمة قافلة التليفون. طب جرب تاني يمكن الشبكة واقعة. وبرضه هدى قافلة. ده عمرهم ما عملوها. إن شاء الله خير ما تقلقش.